هيك بلشنا نجوز الكينج الصفرة والبيضة هاي للذكر هذا. أول ذكر حطيناها عنده مع إنه طعمينا بلعته أكلته، بس لازم بحضر. عمان كنت مشبعهم بس شكلهم كانت شبعان منيح، بس لازم هذول يتراقبوا عشان ما تبلعش الذكر، لأن هذول حياة الكينج بكل انحنية. طبعا بلش التجاوب، اهم اشي انه يتجاوبوا في الجيزة، بس انا بديش ادشرهم لاني خايف انا اللي هاي تبلعوا البيضة والصفرة تبلع الذكر، لانه بلعت لي ذكر حلو كتلته.